يا مرحبا، اكتتاب رائع ساتوشي ديكس موجود حاليا، خلص تقريبا 1,500,000 دولار، قرب ينتهي المرحلة الأولى مبني على شبكة البيتكوين. راح نشوف كيف طريقة الاكتتاب هذا، طبعا على مسؤوليتكم الشخصية. فيلا بينا على الشرح. قبل البدء لا تنسوا دعمي بالاشتراك وتفعيل زر الجرس وتابعوا قنوات التليجرام للتحديثات. أولا، ساتوشي ديكس مبني على الطبقة الثانية من البلوكشين ستاكس، وكذلك مبني على بروتوكول ديكس والبي تو بي. أوكي، هنا عندنا في الواجهة هوم والوايت بيبر، بإمكانك تدخل تقرأ على الوايت بيبر وساتوشي نومك الخاص بهم، الخريطة، الطريق. إذا نزلنا لتحت راح تحصل البريسيل، هذه هي 30%، والكواليتي كم يعني 25%، والتيم والإيكو سيستم والستيكين. وإذا ضغطنا على الوايت بيبر راح تحصل هنا بهذا الشكل. طبعا هنا الأوفر فيو الخاص بك بإمكانك تشوف، وهنا توكن نومك يعني الباسيك الانفورميشن الخاص بالعملة، هنا توكن سيمبل الخاص بها، هنا طبعا توكن توتال سبلاي 10 بليون. اوكي، وهنا ديستريبيوشن الخاص بهم، يعني بإمكانك تدخل تقرأ أكثر. طبعا مثل ما خبرتكم على مسؤوليتكم الشخصية، أنا عن نفسي راح أدخل. اوكي، فكيف طريقة الدخول في الاكتتاب هذا؟ طبعا راح تربط المحفظة الخاصة بك هنا، يعني تكون على الميتا ماسك. اوكي، وتودع سواء BNB او راح اخبركم. عندكم هنا الايثريوم، باينانس سمارت تشين، بوليجون، عرب بيز، افاكس، واوبتمايز، يعني يدعم جميع الشبكات. فانا بالنسبة لي راح اختار اشتري العملة في البريسل الخاص بها على شبكة البي ان بي. تمام، هنا المينيموم الخاص بالعملة، راح نسوي كونكت للمحفظة اول شيء، ميتا ماسك. المينيموم هو استنوا عشان يبين معاكم، المينيموم 85 دولار، هذه هي 85 دولار مينيموم بورشاس. تمام، انا راح اشتري المبلغ حوالي 100 دولار تقريبا، فراح نعطيه 0.19، راح يعطيني هذه الكمية. تمام، اوكي. طبعا في مراحل اخرى، المرحلة الثانية راح تبتدي بعد 8 ايام. المرحلة هذه اللي راح منها هو مليون، اوكي، 1,195,000، واللي متبقي شوية فقط راح نشتري ان شاء الله. اوكي، وكذلك المرحلة الثانية راح تكون بعد 8 ايام، ولكن بسعر اغلى. تمام، هنا كذلك عندك يعني الشركات الخاص بهم، عندك ياهو، عندك هادي، اوكي، عندك كلهم راح تدخل تقرأ عليه اكتر. هنا الكواليتي بول واللانج طبعا والتريد، عندك الستيكين، هذه هي ستيك اند ايرن، العملة الخاصة بهم كامل السول. فراح ان شاء الله تكون العملة ان شاء الله بإذن الله قوية جدا، ونشوف كيف راح يكون. طبعا مثل ما خبرتكم على مسؤوليتكم الشخصية، فانا بشتري من بي ان بي، فراح تسوي باي ناو بهذا الشكل، راح يحولك الى الميتا ماسك. تمام، يقول لي هنا not enough، لازمني دولار وعشان الفيز. فتمام، اوكي، بهذا الشكل راح ندفع الفيز خلاص، وهاي توتال راح يكون، راح نسوي بسم الله confirm بهذا الشكل، وننتظر transaction، confirm transaction، ننتظر لحظات، وهذه هي خلاص تمت العملية بالنجاح. congratulation، اعطوني الكمية هذه، هذه هي 58,000، ان شاء الله تضرب ضربة حلوة، وان شاء الله يعني على مسؤوليتكم الشخصية. انا دخلت يعني مش مغامرة، ولكن قريت عنها اكتر وشفت عجبني المشروع والبيتكوين داخل معاه، يعني بامكان في الهالفين يطلع السعر، هما كاتبين اصلا اذا قريت في الوايت بيبر شو المخطط الخاص بهم في الهالفين، فان شاء الله باذن الله يكون يعني دخولنا حلو. طبعا بامكانك تتابعهم على تويتر والتليجرام الخاص بهم. اوكي، وبهذا الشكل نكون خلصنا شرحنا اليوم. كذلك عندهم نظام الإحالات، بإمكانك تروج وتأخذ على كل نسبة على كل شراء للعملة هذه. وبهذا الشكل نكون خلصنا شرحنا اليوم، أشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة، مع السلامة.